أيوة. عزيز والله طفشت منك. ليش؟ انت وجودك يطفشني. وجودك معي احلى حكايه حبيبي. شكرا يعني ميرسي. حالكم اخباركم من زمان عنكم ورجعنا لكم بحلقه جديده وايش اللي بالضبط جديد وما معنى ايش اللي بالضبط قلنا لكم في السناب شات انه ترسلوا لنا اشياء غريبه رسوماتكم حتى لو رسائلكم في صندوق بريدنا عشان نفتحها قدام الكاميرا يعني دحين عندنا اشياء منكم جات ما فتحناها نفتحها اول مره قدام الكاميرا الله عليك واللي حابب يشارك في حلقه ايش اللي في الظرف الجايه صندوق بريدنا موجود تحت في الديسكربشن عبد الله جاهز انا دايما جاهز انا دايما جاهز زي ما تشوفوا يا اخوان الان كل الباكجز عند عبد الله لا تقفل اكمل الكاميرا يلا روح نفتحه ليش فيه ايش هذا عبد الله شيء احسن من لا شيء والله كريم يعني لو لعبنا ايش اللي في صندوق ولا شيء يعني عبد العزيز روح الا الريبورترز ايش تتوقع جوته؟ ميدالية ميدالية افتح امه يلا روح يلا يا خونا روح واو ايش؟ اناناس معليش يا عبد العزيز ايش اناناس؟ اناناس اناناس قلبي في شيء ثاني غير اناناس؟ ما في؟ لم يعرف كيف يكون محبوبا بين واو شكرا خولة امسك لي هي لو سمحت نقول ايش كتبت مو لازم مو لازم شوق البنوان من الكويت ايييي بس الله عليك شوق رسلت شوق رسلت الاناناس الله يسعدك شوق واو حق الجوال حق اسمع ترى انا ترى صرت اشك في نفسي انه هذا مو برنامجي فخلاص عبد الله الله يسعدك عبد الله هذا كله هذا حطه في غرفتك هذا كله حطه لاولادك لاهلك يلا مع السلامه عبد الله يلا ارسلوه كل البريد عبد الله السلام عليكم اول شيء رسلته هو يشيل يمسك الجوال ولسه شوق رهيبه عبد الله امسك معايا جمعت صورنا حطيته على تي اس ار سامي بورتس والان اللي طلعوا ما شاء الله طيب. مظبوط ترى هذا ابن امه واحد يفتحها وجابت علبه مكتوب عليها 20 سبب ليش انتوا افضل يوتيوبرز عندي قبل نقرا ثلاث اشياء يلا funny and hilarious الله عليك احنا نضحك you made me love life والشيء الثالث هو والشيء الثالث you guys work very hard انه انتوا بتشتغلوا الشيء اللي تحبوه بجديه تبذلون جهد صبقه صبقه تابودين صجي عبد العزيز هذا من الكويت تبون الصج يعني كانه مسلسل كويتي بيقول شيء اسمع فواصل ام بي سي روح 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 شكرا ندى حنعلقها رسمتنا وحطتنا كميداليه رهيبه عبد الله وعبد العزيز زيكم عاملين ايه ان شاء الله كويسين حبيت اعرفكم على نفسي اسمي ندى من مصر انا ساكنه وعايشه في الامارات وانا اول واكبر متابع لسعودي ريبورترز اتابعكم من 2011 صفقال ندى من مصر هي دي مصر هي دي مصر هي دي مصر يلا ابو ظبي لو انت ابو ظبي لو انت ابو ظبي احد رسل تمر احد رسل تمر صندوق التمر تيجي من عبد الرحمن بخش من جده خلينا نفتح امه يلا عبد الرحمن الله عليك يا عبد الرحمن ايش الحركه والشيء الثاني وبخش رسل لنا فلوس العيد حسابهم في الانستغرام اسمه سيروجانو كروشيه سيروجانو كروشيه يلا اللي بعده يلا اللي بعده البلد ايرلند 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 طب اسمع خلينا نسوي نفس المثقفين ايرلند واو ايش الحركات هذه؟ هذا انت لا هذا انت اكيد عبد العزيز هذا ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش عبد الله ايش انه عشان بشع عبد الله رسالة من مودانيال ايش تقول؟ الاسم رهيب اسمي بنتي مودانيال سميها ايش اسم بنتك؟ مش عايز كل عام انتم بخير بحلول شهر رمضان علينا وعليكم تقول هذه الرسمة المخيفة والريومية فازت بالمرتبة الأولى في مدرستها وعلقوها في المعرض عندهم في جامعة يو سي سي ايش؟ في ايرلند ايش؟ ايوه قول والله لقم مضروب حان الوقت ندور فين ايرلند هنا لا 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 لقيناه لقيناه عبد العزيز ايرلند عبد العزيز فيه وين لقيته لقيته قول والله والله لقيته قول والله والله لقيته قعدنا خمس دقائق ندور وين ايرلند يلا اللي بعده تيجي من حسام المالكي خلينا نشوف
انت بتلعبوا معانا كيس جوا كيس. ايه ده الله عليك. ايش لا جاتنا هديه من حسام المالكي وعبد الله المالكي. لا اسمعوا شوفوا جابوا لنا ابل تي في. لا تعذبوا على نفسكم وتجيبوا اشياء يعني زياده. اسمع عبد الله ايش مستخدمه ايه يا مالكي. قانون مشاركه في ايش اللي في الظرف. تجيبوا شيء ما يكلف شيء صح، انه تسووه بنفسكم شيء رخيص. مو تجيبوا لنا اذا انا جبت لنا ايفون ولا حاجه. اي ما ضبطت انا العيد يا حسام. انت اختر لي. يلا هذا فيه له شكله اشياء كثير. ايش تبغى هذا؟ ابغى هذا. اوه وين الرساله تيجي من علي؟ شو اخباركم؟ انا من اكبر معجبين ببرنامجكم سعودي ريبورتر على راسي، ودائما اشوف حلقاتكم اول باول كل يوم احد. صفق العلي. اي كمان من الرياض. لما كنت في دبي. خلاص يا بابا حنقعد طول اليوم كذا. دبي كانت مره وناسه. تقول لي والمره هذه شفت فيلم كابتن امريكا سيفل وور. والله هذا علي خطير. واشتريت العاب الفيلم الجديده. كنت استنى الفيلم ينزل في السينما من وانا في الرياض ومره متحمس اشوفه. تحدي بين كابتن امريكا وايرون مان في الفيلم كان مره حماس. والمفاجاه كانت ان سبايدر مان يكون من فريق ايرون مان. ايش ما شفنا الفيلم. تروح دبي وتخرب لنا ايش واشتري الالعاب. انا مسافك عشان جبت لنا هذه الاشياء. ايرون مان هو بطلي الخارق المفضل لانه دائما يفوز. بعد الفيلم رحت بسرعه على اقرب محل العاب في دبي واشتريت العاب ايرون مان وكابتن امريكا. بس خلينا نعرف انتوا مع مين، فريق ايرون مان ولا فريق كابتن امريكا؟ طب دحين حجاوب على هذا السؤال، بس قبل ما نجاوب حابين نقول خلص الرسالة. انا ابغى اكون كابتن امريكا، حاسس كذا خطير، لبسه رهيب، وكمان عنده هذا الشيء اسمه بلاست ريفيل شيلد، هذا الشيء لو تلبسه ما ينكسر ابدا. والان بفتح التك ماسك حق ايرون مان، وهذا سلايد بلاست ارمر. ليش احب ايرون مان؟ ليه يا حبيبي تحب ايرون مان؟ عشانه بليونير يا حبيبي. الزبده اذا احد يبغى فزعه ولا شيء بس ينادي الافنجرز. ونجيكم. وبقي لعبتين، حقي هو الايرون مان اللعبه، وانا اليد ايرون مان هو الاي ار سي ارمر. صراحه العاب هازبرو خطيره اصليه. شو كيف بيو ها تيم ايرون مان تيم كابتن امريكا. شكرا علي على الالعاب. يلا ريبورترز خلينا نشوف مين فريق كابتن امريكا ومين فريق ايرون مان. صوروا نفسكم مع هذه الالعاب الخطيره، حتلاقوها في تويز ار اس واماكن ثانيه. فصوروا مع الالعاب وارسلوا لنا هي في الانستغرام، واحسن صوره لهم جائزه خطيره. مين تقول يفوز؟ ها؟ مين تقول يفوز؟ ايش رايك؟ ليه تسالني هذا السؤال؟ والصندوق اللي بعده. اوه لا لا فالنتين وحركات هذه. ايه حركات شهر العسل بيجي دبدوب بس. واول شيء في الصندوق هو يطلع البازل الثاني في اللعبه اللي تركبها. شو كيف خطيرين. يجي من موني، هي متخصصه في تصميم الطباعه والتصميم. حسابها في الانستغرام امل 553311. كاسه خطيره مكتوب ذا ساودي ريبورترز. زي ما تشوفوا موني جابت يعني لصقت يمكن كسرت بلاط بيتهم وحطت صورتنا عليها. شكرا موني. فيديك العافيه، انت رائعه يا موني. واللي بعده ها واللي بعده ها. هذا مين؟ الجزائر. الجزائر. اللي يعجبني في هذه الحلقة انه اثبتت انه عندنا ريبورترز من جميع انحاء العالم. واو ايش ذا؟ حجاب جزائري. جبت له هدية لامي وانت اديها الخلود. ابشر. ايش ذا؟ جابت لنا حجر. جابت لنا حجر. طلعت مشعوذة. فينهم؟ الله مسكنهم. منال يديك العافية، قرار الرسالة أثريتها ما هي حجاب، طلعت شاش يحطوك عمامة في الجزائر. فيديك العافية. ألجيريا. ما أعرف إيش حكايتكم أنتوا والحب. هو فالنتاين. أول صندوق جوتها عدة شوكولاتات، فيديك العافية ورسالة. خلينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعودي ريبورترز، أنا أول حلقة تفرجت لكم أكلنا حشرات. من وقتها حبيت قناتكم واستمروا في القناة ولا توقفوا، إن شاء الله توصلوا 10 مليون مشترك. الكوب بمناسبة مليون مشترك، كوب اليوتيوب. يديك العافية يا عبد الله. سمية. خلص كل الرسائل اليوم ولا لازم؟ لازم؟ لازم. روح. أوه. من وفاء عطار. هذه تي شيرت. هنا أبله، هنا. اتسك على صباعه. عبد العزيز. انا نيس. وخفيف الدم وفاء انه ورا الاناناس حاطه يتعلق. يعني اذا احنا بوله يعني ما تحطوه في الطاوله. هم اربع اخوان سووا هذا الشيء. حياه، حسناء، ايهم؟ ايهم.
ايوه والله اسم واحد عجيب. ايهم من ايهم عمل الكراسة اياهم اياهم. اربع ريبورتز من وين؟ الشارقة جنب ابو ظبي. حلاوة واو فرشة اسنان عشان ريحتنا معفنة. شوكولاتة صح. الله يسعدكم يا اماني وألاء من سويدن. ابن امك تدور فين سويدن دحين؟ اعرفها هي هنا. لقيتها. احنا ما اعرف الشخص هذا. هذا الانسان غريب شكله نجح في الجغرافيا. الرسالة اللي بعدها تيجي من لوس انجلوس من امريكا. يقول شكرا على حلقاتكم الاسبوعية في اليوتيوب. شكرا على السناب شات المستمر. استمروا في اعمالكم الاعلامية فبكم ستنهض بلادنا. تحياتي لكم رأفت جمدي. رسمة من الدوحة من سارة وجمانة. قطر اين تقع قطر؟ هنا. هذا ما اعرف وخر عني. خلينا نشوف. هذا زي كيس بطاطس المقلي. من غزل سوت لنا كروشيه الهندي والاناناس واسمها في الانستغرام SW_handmade. يديك العافية. هذه اخر صندوقين بالنسبة لايش اللي في الظرف في هذه الحلقة والباقي حنفتحه في سناب شات او في الحلقة الجاية. واو ايش هذا؟ سلايم. لا سلايم من متجر S_colors. يديكم العافية خلينا نجربه. ياه عبد الله ايش هذا؟ عبد الله بيتزا. يو ونت بيتزا؟ لا دايزه. حابب اشكر غيدة تقول اي لاف يو ساودي ريبورترز بوري اند زوزو رسمت لنا هذه الرسمتين وكمان ترى. السلام عليكم. من نفسك اقول لك من الان ورايح ما حمسك شيء اسمه سلايم. وان شاء الله عجبتكم الحلقه لا تنسوا تعطونا احلى لايك يا احلى ناس. وحابب اشكر كل الريبورترز اللي شاركوا في هذه الحلقه حول العالم. واذا حابين تفوزوا بهذه البلوزه سوونا فاضل في سناب شات وارسلوا لنا هناك ابغى البلوزه وان شاء الله نختاركم. ايش اللي فيه؟ Bang!